انا علاء ياسين، استاذ الارتقاء والحفاظ على العمران في جامعه القاهره، كليه تخطيط عمران. هو يعني اعذريني، هو العمارة الخضراء ليها متطلبات معينه محدده. فهل السؤال الاهم دلوقتي، هل العماره اللي احنا بنتكلم عليها او العمران اللي احنا فيه دوت يقابل العمارة الخضراء؟ ما زال في فجوة كبيرة جدا بين المعايير الرسمية او المعايير العالمية وحالة العمران اللي عندنا. حالة العمران بتاعتنا لا، يعني لا تستطيع انها تقابل معايير العمارة الخضراء، لان في جاب كبيرة جدا في المعايير الأساسية. وبالتالي انت بتتكلمي على مجال ومعايير جاية من دول غربية وليها ليست قائمات صعبة ان احنا حتى نحاول نقرب منها. فلازم نحط اهداف منطقية واهداف مناسبة لمجتمعنا، وبالتالي ممكن ان احنا نقدر ان احنا نقابل. يعني فلو احنا هنتكلم على العمارة الخضراء مثلا، يا ريت نطبق جزء منها اللي هو محافظة على التخلص من المخلفات، او التعامل مع الطاقة اللي هي متاحة لينا، لان اذا كان احنا عندنا مشاكل في الطاقة الاساسية اصلا، فنتكلم مش هنقدر نتكلم على معايير تطبيق هذه المعايير على عمران في 80% او 70% منه مناطق غير رسمية. فالاطار مش يعني زي ما تقولي اوت اوف كونتكست ان انت تتكلمي على الموضوع ده في عمران بالحاله اللي احنا فيها دلوقتي. هو عموما المناطق العمران الجديد اللي اتعملت في مصر ما زال فيها اجزاء كبيره جدا لم تختبر. وانك انت كمان تيجي تقرري انك تبني مسطحات من المدن كتيره من غير ما توجدي انشطه مناسبه ليها او مناسبه ليها، ده نقطه اساسيه في يعني عند مثلا مدينه زي 10 رمضان ما زالت فيها معاناه انها تسكن الفئات اللي كانت مستهدفه ليها من 30 سنه كانت معموله عليها. فدلوقتي اللي ساكن فيها او حجم الوحدات اللي موجوده فيها كبير على الطلب المتاح اللي هو الناس عايزاه اصلا المناسبين ليه. فهي كان المفروض تغطي فئات مختلفه، اللي غطيته ما بقى مش نفس الفئات اللي بتشتغل. فتلاقي ان مدينه 10 رمضان مثلا ولدت رحلات كتيره جدا، ناس بتسافر من القاهره تروح تشتغل في 10 رمضان، لان السبب ان هو ما فيش اصلا الاسكان، ما كانش توزيعه مناسب ليه. فهي ما تيجي تعملي منظومات عمرانيه جديده لازم تكون فيها مكونات الحياه ومكونات العمل اللي هي تخليها فعلا قابله انها يحصل لها تعايش او انها تستمر على المعيشه عليه. طبعا مدينه 6 اكتوبر حصلت انها قدرت انها تتعايش وقدرت انها يا دوبك تحصل لها تزيد شويه دلوقتي، ولكن فيها برضو بعض الجيوب، ولكنها حصل لها اكتيفيشن وزاد وبقت الكثافه فيها مقبوله انها تتعايش بسبب انها قربها من الجيزه وقربها من القاهره، خلى انها فيها حيويه واكتيفيتي. طبعا انا مش مع ان احنا نبني معدلات بنى مدن جديده او مدن اقتراحات بمدن جديده في مصر. انا مع اقتراحات ان استخدام حجم الوحدات المتاحه عندنا. عندنا عدد كبير جدا من الوحدات الغير مستغله، ففي عدد الوحدات اكتر من احتياجات المصر. طبعا يبقى في عندنا طلب على اعمال، مراكز شغل، مكان عمل، مكان كذا. هو ده اللي المفروض ان احنا نحاول نوجه ليه الفلوس او التمويلات اللي عماله تتبني على وحدات عمرانيه جديده. واحنا اصلا عندنا في مصر اعتقد يعني او بوجهه نظر السريعه بتقول ان في وحدات كتيره مبنيه ما فيش احتياج ليها. والمدن المتكدسه في السكان، القاهره الكبرى بشكل أيوة. عام. أيوة. هل حضرتك قلت ان احنا ضد فكره او مش مع فكره التخطيط الجديد للمدن الجديده؟ تخطيط مدن جديده او مناطق طيب جديدة. هو ازاي بقى احنا نقدر دلوقتي نعالج اللي موجود ونستثمر طاقتنا واموالنا في اللي موجود في التطور؟ ايوه، اولا العمران القائم له قيمته وله حيويته اللي لازم تحترم. يعني المناطق اللي بنت وناس عملتها في سنين طويلة جدا بتبص تلاقي انها ما زالت عمالة بتزيد وبتزيد الناس عليها، لانها فعلا كانت دي فعلا انا في رأيي انها اكتر استدامة ومور سستينبل عن انك تبني تجمعات جديدة وتبني مناطق جديدة. ثانيا ان المناطق القائمة دي مش محتاجة اصلا وحدات جديدة، هي محتاجة لدرجات مختلفة من الخدمات اللي هي في احتياج ليها.
فلو سألنا مثلا منطقة زي بولاق دكرور مثلا، منطقة بولاق دكرور فيها حوالي 900,000 مثلا أو قريب من مليون، في عدد المدارس فيها كام؟ عدد المدارس فيها 26 مدرسة. فأنت بتتكلمي على إن هو المفروض كان يبقى فيها على الأقل يكون فيها 100 مدرسة. فبالتالي أنت عندك فجوة خدمية في الخدمات لازم كانت تبقى موجودة في مدينة زي دي، في منطقة زي دي، ودي منطقة أصلا جنب المهندسين وجنب وسط البلد وأكسسبل وكل حاجات. فانت بتتكلمي على ان عندك عمران كبير جدا وفي جابس كبيره جدا في درجات الخدمات ودرجات السيرفيسز المقدمه ليهم والكواليتي بتاعت السيرفيسز بتاعتهم، وزائد ان هم اوريدي بقى فيها كثافات وفيها انشطه. مش معناها انها كلها وحشه، لا، هي معناها ان هي مناطق فيها ناس عايشه ودول يقدروا لان هم عملوا بيوت بفلوسهم وبعذابهم وتعبهم، زائد ان هم بيشتغلوا لان هم مش من يوم وليله اصلا هم جايين من الفضاء دلوقتي، لا هم بيشتغلوا وعايشين وهكذا. فاحنا نعمل على تحسين حالتهم ونعمل على رفع جوده الحياه اللي عندهم شويه، يعني ما يبقاش ان احنا نقول لا 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 اصل احنا هنبني لهم مثلا سي هنبني لهم تجمع في حته ما، ولا في هنسكنهم في حلوان، ولا هنسكنهم في التجمع، ولا يعني كل دي هتعملي تخيلي ان انت اصلا انت ساكنه في اي مكان وقالوا لك بكره انت خلاص انت مش من هنا، هتسكني في حلوان او تسكني في الاسمرات او هتسكني في اي حته ما، فانت مش بسهوله هتغيري العمران القائم عشان انت نفسك تخلي شكله حلو. والشكل ليس هدف، الشكل ليس هدف، يعني الشكل هو عباره عن ناتج لحاله العمران اللي موجود اللي احنا بنتكلم